الناس ديال الإعلام. اليوم كانت عندنا دورة استثنائية من أجل تكوين اللجان، وأنا اليوم تشرفت برئاسة ديال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات. هو ماشي تشريف، هو كتكليف. ومن هذا المنبر ديالكم كنشكر جميع الأعضاء ديال المجلس البلدي اللي لا من أغلبية ولا معارضة، اللي صوتوا عليا الجميع بالإجماع، وهذا كيخليني بأنني غادي إن شاء الله غادي نبذل واحد المجهود كبير، لحقاش بالنسبة لهاد اللجنة صعيبة شوية وخاص تكون فيها الخدمة، وبتعاون مع المكتب المسير ومع جميع الأعضاء نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.